السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بكم بصحة جيدة يا رب العالمين. فيديو جديد، نهار جديد ونشاط إن شاء الله كيما العادة. هنا حبيت نشارك معكم نهاري كيفاش فات، وحبيت تاني نشارك معكم هكا وصفات خفاف ظراف هكا منهم تدو أفكار واش تطيبوا، ومنها تاني هكا نشارك معكم الروتين تاعي. هنا أول حاجة درتها صباح، بما أنه كنا في الويكاند وعلى بالي العشية ما نكونش في الدار، على بها قلت أول حاجة نديرها نروح ندير الغداء، بما أنه لازم نفطرو قبل ما نخرجو. وليدي عنده تورنوا تاع الباسكت، لازم نديه ونروح معاه نقعد معاه، معناتها لابخي ميدي كامل ما نكونش في الدار، نخليهم يفطرو قبل ما نروحو. أول حاجة درتها صباح كي نط نحيت شوية صدر تاع الدجاج هكا، قطعتهم هكا بهذا الشكل طراف صغار كامل، كان لاغلاص تاعهم مازال متنحلهمش كامل، وهكذا قطعتهم باش يشدوا روحهم، ودرت لهم التتبيله اللي حنكتبها لكم ان شاء الله هنا في صندوق الوصف، تشوفوا واش درت كامل من التوابل. ونخليهم هكا يتشربوا التتبيله تاعهم على الاقل ساعتين، كي يكون عندكم الوقت خليوه يتشرب مليح مليح باش تجيكم الدجاج تاعكم بنين. هكا حطيته في الثلاجه باش يتشرب هذيك التتبيله، وانا نروح نحضر شويه مطلع باش نرافقوا هذاك الدجاج ونديروا سندويشات به. بالنسبه للمطلع خيرت ندير هكا مطلع ساهل ماهل تاع الفرينه، ما يدي لا وقت لا جهد لا تعب، مع انه ساهل ماهل. انا كيما شفتوا درت حوالي 500 غرام تاع الفرينه غربلتها، من الاحسن تغربلوا كلش كي تطيبوا، خاصه هكا السميد ولا الفرينه. ضفت عليهم مغرفه كبيره تاع خميرة الخبز عفوا، زائد ملعقة كبيرة تاع السكر، وزيد 4 ملاعق تاع الزيت كما تشوفوا في الصورة، وزيد ملعقة صغيرة تاع الملح. نخلطوا كامل هذه المكونات فيما بعد، ونزيدوا نفرغوا عليه الماء. الماء من الأحسن يكون شوية دافي بما أنه الحال دوك برد، وزيد هكا باش نسرعوا شوية عملية التخمر تاعو هذا مكان، باش ما نقعدوش في الكوزينة كما نقولكم. هنا نضيفوا الماء شوية بشوية حتى تحصلوا على عجينة تكون طرية وتكون متلاصقة شوية، بصح ماشي مشكل بما أنه دوك نخدموها غير هكذا بهذه الطريقة. ينفوا العجينة تتلم هكذايا، نحاولوا أنه نخبطوها برك هكا شوية بين يدينا، وهذا ما كان باش نسقموها برك وندخلوا كامل الفرينه في العجينه باش تخرج هكا عجينه كيما قلت لكم تكون طريه بهذا الشكل. دونك في هذه المرحله انا نخليها، شفتوا العجينه ما راهيش كامل شابه، راهي متشحشكه هكذا كيما راكم تشوفوا، بصح ماشي مشكل. انا نخليها نغطيها باش نخليها تريح، كل 10 دقائق ولا 15 دقيقه كل ما نخليها ترتاح شويه نولي عندها باش نعاود نسقمها ونخبطها هكا شويه. كل ما خبطتوها زوج ثلاثة الى 4 مرات هكذا، كل ما كانت العجينة تاعكم احسن واحسن هكا، باش كيما نقول لكم تسقموها برك. بالنسبة لي انا وليت عندها غير خطرتين، هذه اول مرة، والثانية حنشكلها مباشرة باش نشكل المطلوع تاعي. بين كل مرة ومرة خليوها ترياح 10 دقائق الى 15 دقيقة كيما قلت لكم. واكيد كي يقول الواحد سندويتشات يقول تاني بطاطا مقليه. هنا كنت قطعت 3 حبات تاع البطاطا شويه كبار كيما تشوفوا، نقطعهم كامل على شكل فريت هكذا ونروح نقليهم، وهما تاني يحبوهم بزاف كي نديرو فيهم التوابل. هاد الخطره قلت خليني ندير فيهم شويه توابل باش يخرجوا هكا حاجه شابه كيما يحبوها هما. ولا قطعت هذه الفريت كامل ونخليها في الاخر باش نقليها كي يكون كلش واجد. بالنسبه للدجاج تاعي قلت هاد الخطره حنديروا دجاج باني باش ندير له لا شابلور، وبما انه ما كاش عندي شابلور في الدار قلت حنستعمل هادو اللي يجيو هكا بالقمح الكامل. اول مره ندير بهم لا شابلور ويجاو بزاف هايلين خير من الخبز العادي. هنا درتهم هكذا فقط في الخلاط تاعي، نرحيهم ونتحصل على لا شابلور تكون بزاف هايله، خاصه كي يكونوا هكا لك حكوخ تاعكم جدد، ماشي الباكي هذاك ماشي محلول، يجيو احسن واحسن. انا هنا كان الباكي هذاك محلول، معناتها حتى ولو كان درتو في الساشيه تخلو شويه هو ما كانوش يابسين مليح، بصح شوفوا الشابلور تاعو خرجت بزاف هايله، وتخرج تاني شغل تبدلو على الخبز. هنا وجدتها برك باش نديرو بهم الدجاج تاعنا. دوك هذيك حطيتها من جهه، جيت هنا نشكل المطلوع تاعي. شوفوا العجينه بعد ما ريحت دوك نجي نشكلها هكا مطلوعات صغار، نتوما شمخوا يديكم في الماء باش ما تلصقش معكم العجينه، وجيو شكلوهم هكا على حسب كيما تحبوا هكا مطلوعات صغار ولا مطلوعات كبار، يجيكم ساهل ماهل. وانا نغطسهم هكا في شويه سميد يكون رقيق ونحطهم في البلاطو اللي يدخل للفرن. واكيد ولا عندكم الفرن اللي هذاك تاع السعاده ولا اسمه هذاك الثاني، يجي الخبز تاعو هايل هايل بما انه الحراره تاعو تكون عاليه بزاف. بصح دوك نوريلكم كيفاش ندير له انا باش الخبز تاعنا يجينا ثاني هايل، مع انه ما عنديش فور السعاده.
فوالا شكلوا برك الخبز تاعكم كيما قلت لكم، ديروهم في سمين وحطوهم في السنيوه ونخليهم مره ثالثه يخمروا شويه قبل ما ندخلوهم يطيبوا. ان شاء الله البنات تكونوا نتوما كامل بصحه جيده، طمنوني عليكم ان شاء الله تروحوا تكونوا كامل بخير وعلى خير، وفتره الفروض فاتت عليكم بخير، على بالي كنتوا كامل مع الفروض، ربي ينجح ولادكم وربي يقدركم نتوما تاني، بما انه على بالنا كامل هاد المرحله وعهد البريود هذه شويه صعيبه لكامل الناس، خاصه الامهات هما اللي وقفوا على ولادهم يقري ويحطوا ويجيبوا ويطيبوا كلش كلش على الام، ربي يقدركم كامل ان شاء الله، وربي يلحقكم للاختبارات بخير وتقدموا كامل واش عندكم، خاصه لولادكم يعني يقدموا كامل واش عندهم باش ينجحهم ربي ان شاء الله. هنا كيما شفتوا معايا بعد ما شكلت المطلوعات تاعي دوك نبسطهم هكذا باش نخليهم مره ثانيه كيما قلت لكم يخمروا، دوك هنا نغطيهم برك نحطهم من جهه يخمروا غير بالعقلهم قيس ما نوجدوا الدجاج تاعنا. ان شاء الله برك هذا الفيديو ما يكونش طروشكم هكا، بما انه درت كل الوصفات داخله فيما بعضها، يعني كل ما ندير عفسه نفيلميها لكم، ما درتش كل وصفه وحدها، قولوا لي برك ولا ما قلقكمش هذا الشيء، معليش ندير لكم نداك هكذا، سينو نعاود ندير لكم كيما كنت ندير كل وصفه وحدها حتى تكمل الوصفه باش نروح لوصفه واحده اخرى، مع انه انا كي نديرهم نديرهم دائما هذه داخله في بعضها، بما انه باش كي نكمل نخرج من الكوزينه ما نقعدش في الكوزينه نستنى حتى حاجه طيب باش ندير حاجه واحده اخرى. هذا ما كان قولوا لي هكا باش ندير لكم نتوما واش حبيتوا. هنا بالنسبه للدجاج بعد ما خليته يريح جبت هذيك لا شابلوغ كي تحبوا تبلوها تبلوها باش تحبوا، انا درت غير هذاك التابل تاع الشيلي قلت لكم فيه الملح فيه عده توابل، وزدت شويه حاره معناتها تمدلو بنه بزاف هايله للدجاج تاعنا. هنا كيما تشوفوا درتهم مباشره في لاشابلوغ تاعنا، بما انه عندنا لاصوص هذيك تاع التتبيله معناتها ما نسحق لا بيض لا حتى حاجه، مباشره هكذا حتى نكمل كامل الكميه ونجي نطيبهم. بالنسبه للطياب تاع الدجاج تاعي هكا حاولت اني ندير شويه في المقلاه الهوائيه وشويه في الزيت عاديه باش تشوفوا الفرق بيناتهم. هنا درت كميه هنا في المقلاه الهوائيه في الاير فراير تاعي ونرش عليهم شويه زيت، بما انه سينو يجيو بزاف يابسين بزاف ناشفين، نرشوا هكا برك شويه زيت وندخلوهم في الاير فراير يطيبوا، ليسونسيال ما تنساوهمش سينو يتحرقوا لكم ويجيو ناشفين بزاف. انا نحطهم كامل هكذا في الاير فراير كيما قلت لكم نخليهم يطيبوا، واكيد كي تفوت نصف المده تاع الطياب نحيوهم وقلبوهم شويه وزيدوا رشوهم شويه بالزيت باش يجيكم الدجاج تاعكم طايب وما يجيش كيما قلت لكم يابس. واكيد كنت خليت شويه باش نديرو هكا في الزيت، بما انه الحاجه كي تقلى وكي تطيب في المقلاه الهوائيه ماشي كامل كيف كيف، انا قلت باش نوريكم فقط الفرق وتشوفوا كيفاش دايرين. واكيد هاد العفايس هادوما تاع القليان وكلش ماشي حاجه تاع كل يوم، ومنين داك ماشي ما فيها بس كيما قلت لكم، ولا درتو هكا تفرحوا ولادكم بسندويشات يكونوا بنان يكونوا على بالي فيهم ليذام على بالي فيهم ماشي صحيين، لكن منين داك ما فيها بس كيما قلت لكم، خاصة أنه أيام الأسبوع نحاول دايما نكون صحية في كل حاجة نديرها هكذا، نحاول دايما نخلط الخضر وكل حاجة هكا صحية نحاول نديرها في الأسبوع، ومن داك وعلاش لا لا واحد يطيب هكا، ممسي كاين الزيت ممسي كاين كيما قلت لكم السكر ولا فايس كيما هادو ماشي مشكل، بما أنه ولاد صغار يسحقوا هكا حاجة بنينة طيبة في الدار. هنا كيما تشوفوا درت المطلوع تاعي يطيب، درتو في الجهه الفوقانيه كامل الفور، اكيد خليت الفور حتى يسخن مليح على اقصى درجه، ودرتهم لازم ديروه هكا الرف الفوقاني كامل اللي قريب لا ريزيستونس اللي يجي من الفوق، وتخليهم يطيبوا من 10 دقائق يكونوا تحمروا معاكم، وتجيو تقلبوهم بهذا الشكل هدايا باش تحصلوا على مطلوع يجي مفخفخ منفخ ويزيد بزاف هايل وطيب بهذا الشكل هدايا طيب هايل هايل. اكيد دوك نحل لكم وحده ولا زوج باش تشوفوا كيفاش جمعنا المطلوع، شاهدكم ان شاء الله في الجنه. شوفوا درت غير كميه صغيره قص ما يفطروا برك به، وهذا ما كان انا كان هذا هو فطورنا، كنت درت شويه شليطه درت شويه فخيت كي اللي شتوها معايا، وهنا حبيت نوري لكم الفرق بين هذاك الدجاج اللي درناه في الاير فراير واللي قليناه. هذا بالنسبه لهاد القطعه قليتها معناتها شوفوا كيفاش جا محمر وزيد
ملح من الداخل، وهذه اللي درناها في الاير فراي ما عندهاش نفس القوام، تجيها كمليحة لكن تحسوها شوية ناشفة، بما أنه أنا ديجا طيبتها شوية بزيادة. معناتها اللي يحب صحي مليحة ليه، واللي ما عنده حاجة منين داك يقدر يأكل هكا في الزيت، قليوها في الزيت تكون أحسن وأحسن، بما أنه هذيك تلقاي في البنة وكلش لكن تحسوها شوية ناشفة. وبالنسبة للفريت تاعي كنت تبلتها برك شوية توابل، هذيك التوابل تاع الشيلي اللي وريت لكم، وقليتها هذا ما كان. وهذا هو المطلع تاعنا، جا منفخ خفيف وزيد فارغ هكذا، تقدري ديري به ساندويتشات يجيها بزاف هايل. شوفوا خف تاعو بزاف بزاف هايلة، وخاصة كي تحبي ديري ساندويتشات مليح واحد يديرو هكا بهذه الطريقة، وحاجة صغيرة برك يعمروه بوش يحبوه، يجيه كام هكا يوالم الساندويتشات. شاهدكم ان شاء الله في الجنة. احنا دوك نروحوا للتورنوا تاعنا ونولي معكم باش نشارك معكم العشاء ان شاء الله. هنا كي دخلنا كانت المغرب ديجا، وكنت انا صايمه هذاك النهار، رحت مباشره كليت شويه تمر هكاك باش نحي كيما يقولوا نكسر الصيام تاعي، ونروح ندير العشاء مباشره باش نروح نريح. كنت عيانه وزدت تخلي البرد، حسيت واحد البرد ما تقدروش مع الجوع هذاك مع العيا وكلش، برد قلت ندير العشاء هكا بالخف ونروح نريح. وهكا حبيت نشارك معكم الوصفة بالخف، بما أنه شاركت معكم نهاري قلت خليني نشارك معكم تاني العشاء، حاجة خفيفة ظريفة. وبما أنه كان هكا نحيت شوية دجاج صباح، ما كانش على بالي كامل واش ندير، مي قلت خلي بما أنه نحيت الدجاج خليني ندير هكا وصفة تاع شوية طاجين الزيتون مع البسباس، اللي كيما جا مرحبا به. كيما قلتلكم حبيت نديرو حاجة واحدة أخرى، بصح ربي داروهولي حاجة واحدة أخرى. هنا في المرميطة تاعي درت شوية زيت، هذوك المراسم تاع الدجاج قليتهم شويه مع شويه بصله هكا تكون مقطوعه بهذا الشكل هذايا، وزدت عليهم التوابل هما ملح فلفل كحل وشويه هذا التابل تاع الخلطه تاع الكزبر والثوم اللي نخدموها في الدار، مع شويه فلفل عكري يكون حلو وفلفل دريس، هذو اختياريين اكيد، نتوما ديروا ما حبيتوا. مع الاول حبيت نديرها مرقه بيضاء، ابخي قلت خلينا نديروا مرقه حمراء هكا تشهي مع البرد وكلش، ودرتها بهذا الشكل. بما انه كنت غليت شويه بسباس كنت حنديرو في البيض ونديرو نقليه كامل قبل ما نديرو طاجين، وكي دخلت عيانه ما قدرتش كامل ندير هاد العفايس هادو، ما قلت خليني نديرو هكا برك ونزيد معاهم هاد بهذا الشكل، نطيبو بالزيتون وبالبسباس. لو كان على بالي نديرو بهذا الشكل، لو كان البسباس ما لو كان ما فورتوش نخليه هكذا برك، بصح معليش ماشي مشكل، هكذا الثاني جاه بزاف بنين. بعد ما قليت كامل هذاك الدجاج والبصل، هنا نبشر عليهم زوج فصوص تاع الثوم بهذا الشكل هذايا باش يعطي له بنه بزاف هايله. هنا بالنسبه للماء اللي ضفته، بما انه شتو معايا في المرميطه ما كاش كامل شويه ما باش يتقلى هذاك، وخفت يتحرق لي على بهزت شويه ما برك باش ما يتحرق ليش البلا تاعي. فوالا هذا ما كان، كيما قلت لكم هذه الوصفات كامل باش نعاونكم هكا بافكار وباش تطيبوا هكذا، ولا حبيتوا كاش نهار ندير لكم المنيو ديال السمان كامل واش نقدروا نديروا في السمانه، ماشي مشكل تاني نقدر ندير لكم هكا كل ما نطيب نصور ونجمعهم كامل في فيديو واحد ونشاركوا معكم. انا هذا واش طيبت اناها في هذه السمانه هذه، درت هكا بزاف وصفات، وبما انه كنت وجدت البروغرام تاعي سهل عليا بزاف بزاف الماموريه. وكيما شفتوا معايا ضفت هذوك زوج حبات زروديه وشويه زيتون، ودوك نحط عليهم الماء سخون ونخليهم يطيبوا. لو كان ما فورتش هذاك البسباس، لو كان درتو هنا مع الزيتون وزروديه، وبما انه انا ديجا هذاك البسباس راه طايب معناتها فورته خليته ما درتوش، دوكا نديرو حتى يطيب كلش معايا، نديرو في الاخر كامل باش يشرب البنه تاع لاصوص هذا ما كان. وبالنسبه للحشيش اللي درتو كان شويه معدنوس هذا ما كان، ونديرهم كامل بهذا الشكل ونخليه يطيب تاني حوالي 10 ولا 15 دقيقه، نطفي عليه يكون العشاء تاعنا واجد. واكيد هذيك الرشه تاع المعدنوس باش نزينو فقط، عفوا ماشي معدنوس هذا كزبر، يمدلو بنه بزاف هايله للزيتون والبسباس تاعنا. شاهدكم ان شاء الله في الجنه. اكيد اللي يقول هكا طاجين تاع بسباس وزيتون يقول شويه كسره ولا مطلوع، انا درت هكا حبه كسره هكذا، درتها بالقمح الكامل مع
السميد خلطتهم في زوج، درتها هكذا ما صورتهاش معكم، سينو الفيديو يجي بزاف طويل، قلت خلينا نصورها لكم الفيديوهات الجاية إن شاء الله. وإلى هنا نقول لكم يعطيكم الصحة المشاهدة، إن شاء الله الفيديو تاع اليوم عجبتكم، وحنا نتلقى فيديو جاية إن شاء الله. مع السلامة.